هل الرضاع واجب على زوجها لاولادها نعم كما قال سبحانه على الصحيح هذا على الصحيح كما قال سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وهذه خبر بمعنى الامر اي يرضعن وان هذا هو الحال والواقع شرعا لكن على وجه لا يحصل عليها فيه ضرر ما دامت انها ما دام انها تستطيع الرضاع